الفوز اللي يدعم الثقة لدى اللاعبين. فالديفيا للوراء تلعب كرة بالسرعة. فارغاس لكن تدخل ناجح من فلوريس. كرة تعود مكسيكية. المكسيك في الهجوم في الانطلاق. المكسيك المكسيك من أجل كرة عرضية خطيرة. مبكي التشغيل 1-0. 1-0 لصالح المنتخب المكسيكي. يسجل عن طريق فيوزو. فيوزو الدورو يعلن عن تقدم منتخب التريكولور. المكسيك تفجر مفاجأة. المكسيك تغير تشيلي والأسبقية بلمسة بيسانتي. فيوزو 1-0 تقدم لصالح المنتخب المكسيكي. شفنا هجوم منسق أمام الإعادة. تدخل كان بامتياز من فلورنس. التمرير مدينة مدينة هي كرة عند اللاعب خيسوس. كورونا كورونا انتظر تمهل مرر. اللمسة موجودة كانت من مدينة ولمسة كانت حاسمة من فيوزو. فيوزو يضع الكرة في الشباك. لا ينتظر هدية من البيرو في كوريا. يسجل المنتخب المكسيكي أسبقية. هذه الأسبقية هنا رخاء ركنية تشيلية. كرة داخل منطقة رأسية. تعادل التعادل التعادل. الكومبو دي تيستا. رأسية من الملك أرتور فيدال. الرد سريع من جانب المنتخب التشيلي. هدف المكسيك كان بمثابة الاستفزاز لمنتخب الرخا اللي يعود بقوة عن طريق هذا اللاعب فيدال. فيدال يدرك التعادل. فيدال يعيد المنتخب التشيلي للمباراة. فيدال يحرك مدرجات ملعب الوطني. شوفوا الإعادة. شوفوا الارتقاء. رأسية محكمة من أرثور. وكرة الملك تستقر في المرمى. تشيلي تعدل النتيجة. تشيلي تعود بسرعة. تشيلي تؤكد أن الهدف اللي دخل مرماها هو نقطة قوة للفريق.